أما الآن بعد ما مقلبناكم بنزلكم بعض المواقف اللي صارت الأيام اللي راحت. طبعا ما نزلت أبدا عشان لا تدرون ويضبط عليكم مقطع يضبط عليكم المقلب. وما شاء الله تبارك الله يبدو لي أنه يعني صار بأفضل مما أتوقع. أنا ما أقرب تماما، أنا قلت لكم أنثى، فاللي مركز درى، اللي مركز صراحة نادرين اللي يقفطوها، اللي مو مركز ما درى ومشت عليه. عافية بالعافية، هذا قاعد يتعشى أنا وبنتي. أوك والله لو تشوفونها وهي تقوم من النوم لطيفة بشكل مو طبيعي. طبعا أقول الكلام هذا وأمي قدامي تقول سبحان الله من سخر لها الحيوان واحد مثلي يعتني به ويوكله، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. بس والله لو تشوفونها بإذن الله بصورها لكم. طيب الأغلب ما شاء الله فاهم، لكن عشان البعض ما هو بفاهم فعشان يستفيد، كلنا نعرف قصة العجوز اللي جت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، ثم بكت، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تدخلين الجنة، في معناه يعني تدخلين الجنة وأنت صغيرة فلا تخافين. فأنا اللي قلته حتى ما هو بشيء يعني مثلا قلت بنتي، لو قلت بنتي من البداية يمكن يجي اني مثلا انا صدق خليتكم مرة تتوقعون انها آدمي، لكني قلت لكم انا احب البنات الصغيرات والإناث، البنات والإناث الصغيرات، فواضح انا قلت لكم إناث، كلمة إناث يعني مرة ما فيها كلام. الامر الثاني تبني، التبني انت تقدر تتبنى حيوانات، ما يقولك قطة للتبني ما ادري ايش للتبني، وبالتبني هذا ان شاء الله بإذن الله إذا احتسبت الأجر وأطعمتها مأجور، الناس تحط الأكل لها وكذا، فبإذن الله إن شاء الله الأمور طيبة. فأنا عارف أن أغلبكم فاهم.